نادية الدجاني، مصممة مجوهرات من الأردن. بديت شغل قبل حوالي 20 سنة، ومن ضمن الكولكشنز اللي بعملها كولكشن كتير كبيرة اللي هي بتضمن الخط العربي من خلالها. ليش قررت على الخط العربي؟ عشان بحس انه كتير له علاقة بالهوية تاعتي كعربية، وكمان جمال تبع الخط العربي هذا اشي كتير انا بتفاعل معه، فبحب اعرف الناس كتير عنا، عن هويتنا من طريقة الكلمات اللي بستخدمها في المجوهرات، القطع الصغيرة بالفضة اللي احنا بنعملها من خلال الشغل. هلأ الاشياء المهمة إلنا هي مثلا كلمات الصحة والسعادة والسلام، احنا بنآمن بالوئام وبالبركة، كل الاشياء المهمة اللي بنستخدمها بالمجوهرات عم نوزعها للعالم. هدول قطع من الكلمات اللي بنعرف هويتنا لكل الناس، احنا بنآمل هاي الاشياء وعمالها نرسلها للعالم، وكل العالم هلأ عماله يوصل له قطع صغيرة، فإحنا بنحس نوع من الإنجاز لما يكون هاي القطع موجودة بأستراليا وجنوب أفريقيا بألاسكا، فمنحس إنه الناس عم تتعرف علينا شوي شوي عن طريق هاي الرسالة الكبيرة عن القطع الصغيرة اللي إحنا بنعملها.